من قطاع السكن نمر الآن إلى الشأن السياسي، أين باتت الأحزاب السياسية تسابق الزمن تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة ترجمها الحراك السياسي ولغة التحالفات التي حملت عناوين مختلفة. التفاصيل مع أحمد مدني في هذا التقرير. كل المؤشرات تؤكد على أن الخارطة السياسية للبلاد بدأت تستنفر قواعدها النضالية تحسبا للتشريعيات القادمة. الأحزاب التي تدور في فلك السلطة باتت في أريحية من أمرها نظرا لوعائها الانتخابي الكبير. اليوم رانا مع المناضلين والقسمات ديالنا باش تكون عملية تحسيس بالنسبة للمواطن وأهمية التشريعيات ل 2017. احنا جبهة التحرير الوطني حزب سياسي نسعى دائما باش نكونوا في الريادة، وحنا بفضل المواطن والمناضلين ديالنا إن شاء الله في 2017 نكونوا في الريادة. المعارضة هي الأخرى انتقلت إلى السرعة القصوى بنسج تحالفات سياسية بنكهة انتخابية قبل فوات الأوان. حركتنا كما تعلمون أنها ربما دأبت أنه في كل استحقاق انتخابي تبحث عن أوراق رابحة تمكنها من المحافظة على وعائها الانتخابي بداية، وتتقدم في كسب أصوات مزيد من الأصوات. ومن ذلك كما تعلمون نحن في هذه المرة أسسنا ربما لبدعة سياسية نتمنى أن يقتدي بها جميع الأحزاب السياسية في بلادنا، وهي أننا تكتلنا مع إخواننا في جبهة العدالة والتنمية من أجل ليس من أجل يعني الكسب الانتخابي فقط، ولكن من أجل أن نؤسس لأسرة سياسية كبيرة. مع اقتراب تشريعيات 2017 تزداد حمى تحركات مكونات الطبقة السياسية شمالا وجنوبا أملا في الظفر بمقعد متقدم يمكنها من الحصول على حصة الأسد من كعكة المقاعد البرلمانية. وفي خضم هذا الحراك يبقى الصندوق هو سيد الموقف.